اهلا بيكم في حلقه جديده من كواليس يلا كوره. النهارده هتكلم معاكم عن العقوبات المنتظره لمباراه الاهلي والزمالك اللي ما اتلعبتش واللي اتسحب منها نادي الزمالك. خلينا اقول لكم ان اتحاد الكوره طلع قرارات خلاص رسمي انه 2-0 للنادي الاهلي، يعني كده الزمالك خسر 3 نقط بالاضافه الى 3 نقط في نهايه الموسم، ويتم اعاده ترتيب جدول المسابقه بعد خصمهم من نادي الزمالك، وكمان عقوبه ماليه 200,000 جنيه. وراء هذه القرارات كان في حاجه مهمه جدا، انه كان في ظرف اضطراري وظرف قهري عند نادي الزمالك ان هو هل هيوصل للماتش ولا مش هيوصل للماتش. فبناء عليه لو كان الظرف ده خارج اراده مسؤولي نادي الزمالك واتوبيس نادي الزمالك واداري نادي الزمالك، فكان الامر ممكن نتكلم في عدم مباراه او مشابه. ولكن اتحاد الكره ولجنه المسابقات تيقنت بناء على تقارير وفيديوهات وصلت لهم ما كان يحدث كان مفتعل ومتعمد، انه يتم تعطيل الاتوبيس او ان هم ما يوصلوش في الوقت المناسب. فبناء عليه تم اتخاذ القرار بهذا الشكل، لانه لو كان في اي سبب اضطراري او اي حاجه تمنع كانت النتيجه عموما مش تخرج بالشكل ده، او خصم الثلاث نقط هنا والثلاث نقط في نهايه الموسم. في ناس بتسال طب المتسبب او رئيس نادي الزمالك انه ليه مش موجود في هذه العقوبات؟ يعني لجنه المسابقات كان عندها قرارات معينه خاصه بيها، بترفع توصيات للجنه اللي بتدير اتحاد الكره، واللجنه الخماسيه شافت انه رئيس نادي الزمالك بينطبق عليه بند مهم جدا في لائحه الانضباط، البند ده رقم 22، ضمن احد مواده ماده مهمه جدا بتقول من تعمد او الحيلوله على عدم اقامه مباراه او افشالها او ان هو تعمد ان هي ما تتمش او الانسحاب منها، فده بيتم توقيع عليه عقوبات 6، واحده من السته او 2 من السته او السته كلهم حسب ما يتراءى للجنه اللي هي لجنه الانضباط. طب ايه الست عقوبات دول؟ اولهم التحذير، ثاني حاجه التوبيخ، ثالث حاجه غرامه ماليه لا تقل عن 50,000 جنيه، رابع حاجه حرمان من ممارسه نشاط كره القدم، خامس حاجه حرمان من دخول الملعب او منع من دخول الملعب، والاخيره تجميد من النشاط الرياضي. يعني هم مش هياخدوا القرارات دي كلها، ولكن الامر هيتم احالته، بس هم بيهدوا الاجواء شويه في اتحاد الكره، ولكن الامور ستتصاعد مره اخرى. يعني لانه اتحاد الكره بعت تقرير شديد جدا للاتحاد الدولي وقال فيه انه رئيس نادي الزمالك تطاول عليهم، وذكر فيه ان هم تم ايقافه اكتر من مره، واعتقد ان التصعيد هيفضل وعمليه الشد والجذب ما بين اتحاد الكره وما بين رئيس نادي الزمالك. خلونا نشوف الايام اللي جايه هتودينا على فين.